أشرفت صباح اليوم الخميس السلطات الولائية لولاية خنشلة على هامش احتفالات إحياء عيد عاشوراء على توزيع ما يقارب 1600 مفتاح سكن لمختلف صيغ بإقليم تراب 6 بلديات. التغطية لطارق ممن. تم تسليم يعني ما يفوق 1600 مسكن لفائدة المستفيدين بمختلف البرامج، ولكن الحصة المهيمنة هي السكن الاجتماعي بحصة تفوق 1100 مسكن. سوف تشهد ولايتنا توزيعات أخرى بحصة معتبرة جدا جدا في مستوى الحد العظيم للثروة التحريرية، وقد تصل إلى كذلك إلى ما يفوق 2400 مسكن. الحمد لله، ولدي 6 سنين والله 7 سنين حنا نستناو، هاو فرج علينا ربي اليوم. 10 سنين وحنا كاريين، اللي كيعطيونا المفتاح رانا نسينا المرورات، نسينا كل شيء، المعاناة تاعنا كامل نسيناها. الحمد لله، راني اليوم عطاونا سكنة بمناسبة عاشوراء، واحد كره حياته من الكرا ومن طلع وله بيض، والحمد لله. كثر خيركم، كثر خير الوالي والحكومة تاعنا، وعطيتونا مفتاح السكنة.